احنا حقيقي بنشعر بالفخر وسعادة للمشاركة في المعرض وفي المؤتمر، ومن خلال نقابة أطباء الأسنان بمصر بنوجه التحية للقائمين على إقامة المعرض والمؤتمر، وبنوعد إن شاء الله إن احنا هنبذل كل الجهد إن احنا نكون تملي أعضاء مشاركين في كل السنين القادمة. وفي تحية واجبة لحسن التنظيم والرقي للعرض والعمل. جزء من العمل النقابي هو تشجيع التطوير العلمي والتدريب والمعرفة لكل ما هو حديث من أجل خدمة أفضل للمريض على مستوى الوطن العربي وعلى المستوى الإنساني في كل أنحاء العالم. المشاركة في المؤتمر حقيقي من خلال المحاضرات العلمية كانت المحاضرات على مستوى رائع، وكان عندنا مشكلة ازاي ان احنا عاوزين نحضر في المحاضرة ديت وفي نفس التوقيت في محاضرة قوية وراقية في مكان اخر، لان كان زي ما انتم عارفين متقسمة المحاضرات على عدة قاعات، فكان الاختيار هو الصعب، لكن كل المحاضرات كانت على مستوى جيد وعلى مستوى علمي متقدم وفيها افادة للمريض وتقديم خدمة علاجية افضل. احساسي كطبيب اسنان عربي انا فخور بالمعرض وحاسس ان هو خلال سنوات قليله هيحقق المركز الاول على مستوى العالم. شكرا للقائكم وشكرا لمجهودكم وشكرا لسياده رئيس التنفيذي للمؤتمر.